صباح الخير كل الاشخاص اللي انضموا لهالحلقه الجديده والمباشره على الهواء من لابوتيك. سبحان الله قديش الشمس بتعطي انرجي عالي للناس، فان شاء الله تكونوا مرتاحين بهيدا الطقس يلي نطرناه كتير ليوصل لعنا. فكمان يلي ناطر انه يتسوق من خلال لابوتيك، هيدا هو الوقت المناسب لكم، جهزوا تليفوناتكم وتحضروا هيدي الحلقه المباشره على الهواء حتى تتعرفوا اكثر على الاغراض يلي موجوده معنا بالبرنامج. اضافه لهالاغراض دائما الثقه عاليه بينا وبينكم، لانه كل غرض موجود بلابوتيك عنده وكيل له كفاله جودته عالي، وما بنسمح لحالنا انه نودع اي برودكت منه فعال وبس هيك شكل، بالعكس عم بيكونوا البرودكتس جدا فعالين ونحن منعوزهم داخل بيوتنا. هيدا الشيء بينطبق على الفرن يلي موجود من ماستر شيف، فرن بسعه 45 لتر، واجهه من الازاز، اضاءه بالداخل، ريزيستانس من فوق ومن تحت، فينا نشغلهم سوا، يعني هيدا الفرن بيحمى من فوق ومن تحت، فينا نفصل الريزيستانس، وكما انه بيتميز بداخله بالكونفكشن، يعني الهواء السخن يلي بيطلع من هيدا الفرن وبيأمن لي خبز جيد جدا وسريع. فاذا لان عندي حراره بالداخل موجوده ومضبطه من حيث الاحكام، ان كان من الباب او الازدواجيه بالحراره، بيأمن لي خبز سريع، تحضير للطعام اسرع، وبعض الناس استغنوا عن المايكروويف نهائيا، قد ما هيدا الفرن عن جد سريع بايديه، ان كان بدنا نسخن، نخبز، نحضر الدجاج المشوي على السيخ، كل شيء ممكن نعوزه رح نقدر نعمله بهيدا الفرن يلي فعلا بيكون دايما اسرع من فرن الغاز. موجود من خلال ابوتيك بالسعر يلي عم بتشوفوه قدامكم على الشاشه، مكفول سنتين من قبل ماستر شيف على كل شيء ممكن يتعرض له هيدا الفرن، فما تعتلوا هم، كفاله بتنطبق على كل اغراض ماستر شيف يلي هي مثل ما كنت عم اقول سنتين. هيدا شيء كمان ساري مفعوله على المجموعه يلي موجوده قدامي من الفود بروسيسور يلي هي مينيمايز، مصغرة، مش مصغرة من حيث إيديقة، وإنما مصغرة من حيث الأغراض يلي صار فينا نضبها بقلب الجوارير بلا ما نخصص محل كتير كبير لفوت بروسيسور الكبير الضخم اللي فيها كتير جيران. فاليوم الماستر شيف ابتكرت هيدا التصميم، عم نحكي عن الجرن الكبير اللي بتاع بقلبه الشفرة والمبرشة، هيدي الشفرة والمبارشة اللي موجودة بالداخل، عم نحكي عن اكسسوار لطحن العدس مثل ما عم نشوفها، عن اكسسوار لخفق الجاتو، هيدول بلا الجيران الكبار يلي اوقات كمان ما منعوزون، انما صمموا لهم جرن اصغر رح تقدروا تحضروا بقلبه حتى المشروبات والكوكتيلز. اضافه لهيدا الشيء المطحنه الصغيره يلي هي موجوده هون، كلهم رح نجربهم قدامكم، بموتور فعال قوي وسريع. هيدا الموتور يلي موجود بين ايدي بيركب على كل الاكسسوارز يلي خبرتكم عنها، لا تقدروا تحضروا كثير من اصناف الماكولات يلي فينا نستخدم فيها هيدا الموتور. فاليوم اذا حطيت الخفاقه على الموتور، الموتور كمان في له كذا سرعه بتحكموا فيها من ورا بالاسهم يلي مرسومين هون، صار فيني احط، بدي اعمل فردنا الوافلز، بنحط الحليب، الطحين، البيض، الفانيل، اي شيء نحن بدنا نستخدمه لنحضر وصفتنا بنستخدمه بيها. هلا القدره انه واحد عن جد يكون عنده مكنه تسعفه مش دائما بنلاقيها لو كانت كبيره، وانما بماستر شيف عن جد ايديقه عم بيكون كثير فعال وكثير سريع. رح تشوفوا معي اللي عم بقصده، رح نحط شويه زيت ودغري بقلب البوكال. فإذا حضرت الكراب كيك أو الكريم، فهيدي أول شيء ممكن يعطيني إياه الفود بروسيسور يلي موجودة معنا، رح نسكرها وهلأ بنرجع بنستعملهم على الهواء. فهيدي أول وظيفة عملت لي اياها. ثاني وظيفه بعدنا نفس المكنه ونفس الموتور، لحول العدس من عدس حب، لحط لهم حتى بصله مثل ما هي بس لتشوفوا القوه باينين عندكم. اوكي، فما في شيء بيقع على الماستر شيف، هيدي المكنه فيكم تحطوها مباشره بقلب الطنجره هي وسخنه، شوفوا كيف هي لحالها بتسحبهم حتى بلا ما ابرمها، ما بيبقى فيهم ولا حبه،
تكونوا طحنتوا القشر واخدتوا كل الغذاء يلي موجود بقشر العدس او حتى باي نوع من الحبوب يلي نحن بحاجه كمان للقشر يلي بيكون بالداخل يلي هو اساس البروتينات. شوفوا فاذا هيدي صارت المجدره، فيكم تحطوها شوي على النار. كمان إضافة مهمة موجودة بهالماستر شيف اول ان وان ميكسر هن الشفرات اللي بيسمحوا لي أقطع أو حتى أبرش، فكمان نفس الموضوع فيكم تحطوا البصل، فينا نحط الجزر، المطر بيركب ساعتها على الجرن الكبير ومنبلش بالتقطيع. كمان السرعة أساس، يعني أساس أساس بهيدي المكنة، السرعة والإيداء والسيكيورتي هيدول خلصوا. كمان رح نفرجيكم إياه هون، شوفوا البصل ما ألزه، يعني ما بميلة البصل، بيبقى برانشيت مظبوطة. وبعد عندي شيء رح فرجيكم إياه هو اللحمة، شفتوا البصل ما أحلاه هون؟ أوكي. هلا بنحط شفرة اللحمة ورح فرجيكم كمان قديش سريعة بانه تحول اللحمة من لحمة شقف للحمة ناعمة. فهون فيكم تحطوا البرغل، بعدين تعملوا الكبة، أي شيء. بنرجع بنحط المطر، نقوي أكثر، كمان اللحمة خلصت. اوكي، بعد شيء ما تنسوا انه عندكم هيدي فعالة جدا جدا لتطحنوا فيها كل انواع الحبوب وحتى البن او بعض حصص الثوم، فيكم تعملوها بداخلها. مع كل الباكج اللي خبرتكم عنه هدية، هي عصارة الحمضيات اللي موجودة اللي فيكم تعصروا فيها كمان البردقان لأنه عندها اكسسوار كبير. بدنا نحطها بالكهرباء، اوكي، دايما شغالة. فهيدي كادو رح تكون العصارة يلي بتشتغل على الكهرباء ويلي بتخليني يصير عندي بريق من العصير لحدود ال 1.2 لتر. كمان فيكم تعملوا هيدا الشيء ككادو قيمة جدا مع الاول ان وان ميكسر من ماستر شيف يلي بدورة مكفولة سنتين. اطلبوها اليوم واحصلوا عليها خلال يومين ثلاثة وبتوصل لعندكم اكيد من دون اي تكاليف اضافية، بمجرد انكم تتصلوا فينا على 979-225-678-9. رح انتقل لكورنر تاني موجود من خلال بوتيك وطبعا لاسم عالمي بالالكترو مناجي وطبعا بكل شيء له علاقة بالمطبخ، عم نحكي عن راسل هابز. رح نستعين بالكراب يلي حضرناها او بالوافل لنفرجيكم كمان راسل هابز صمم ماشين للجوفر او للوافل صغيره مع اثنين بليتس معمولين من الفونت ومطليين من التفلو، وانما اليوم بهيدي الماشين انتم ما نكون محكومين بس انكم تعملوا وافلز او جوفر بقلبها. ليش؟ لانه البليتس اللي شايفينهم المخصصه للوافل فينا نستبدلهم ببليتس معمولين للجريل من فوق ومن تحت، او حتى بليتس معمولين للسامبوسيك او حتى للساندوتشز كمان فيكم تعملوها عليها. بمجرد تكبسوا الكبسه اللي هون اللي هي سخنه ما رح افتحها، الكبسه اللي هون بتقبع وبتغيروا وجهه استخدامها. رح نحضر الوافلز، اكيد ما في شيء بيلزق على يعني، بس اهم شيء تتركوا الوافلز يعني فعلا يستووا، لانه اذا ما كانوا مستويين ما بيقبعوا معكم، خلوهم يستووا بشكل نهائي. تحصلوا عليها من خلال بوتيك وطبعا مكفوله سنتين، قطع كثير حلوه للمطبخ ب 74 دولار، ودائما عبر اتصالاتكم فينا على الارقام يلي عم تقطع قدامكم على الشاشه. بنتقل ضمن راس الهابز لمجموعه مخصصه للصبح لحتى بعد الظهر، اذا حبيتوا تاخذوا امريكان كوفي، شاي او اي نوع ثاني من القهوه السريعه الذوبين، وطبعا التوست. مشان هيك ثلاث ماشينات كثير بحبوهم بالمكاتب، كثير بحبوهم بالصالونات وبالمحلات، لانه فعلا بصير فينا نحن نضيف الزباين اللي واصله لعنا بشكل سريع اذا قهوتنا جاهزه، الطاس تبعنا جاهزين، والمي السخنه كمان جاهزه بثلاثه برودكتس مكفولين سنتين. وطبعا عم نحكي عن راس الهابز العالميه، فاتصلوا فينا واحصلوا عليهم ثلاثه ب 119 دولار، سعر رائع
لكم مشاهدينا ودايما عبر 79 100 225 6789. راح نتابع وانما بمشاهدة فيديو بعرفنا اكثر عن دايسون فيلم مصمم خصيصا للدي 6 انيمال برو. بواسطته بنقدر من خلاله تحديدا بنقدر نشوف قديش فعاليه هيدي الماشين من حيث ايديها. فاذا هي مكنسه كهربائيه عموديه وانما هيدا ما بيعني انها ثقيله الوزن لانه وزنها 2.2 كيلو، ولانه هالقد وزنها خفيف صرنا قادرين نستخدمها على الاسقوفيه بلا معاناه. مثل ما شفتم ما لها شريط، بتشتغل على الارض كما انه الاكسسوارز اللي موجودين معها بتسمح لنا نقدر نستعملها على حيلا نوع من الاسطح. موتورا في 6 بقوه 110,000 برمي بالدقيقه، وطبعا بطارياتها مع السايكلين اول شيء اللي عم بتشوفون اللي هن 15 سايكلين بيقدروا يبرموا فيهم الغبائر ليتحولوا لكتله وحده مع بطاريات بتخدم مدى الحياه. هالبطاريات اذا نسيتوا تشارجوها ما بتموت لتقدر تعطيني فعاليه واداء 26 دقيقه بشكل متواصل لتغطي 250 متر بالبيت. كمان على الاكسسوار الخاص للارض فيه كذا فرشيه حتى ينظف من العمق، مش بس الاشياء اللي واقعه على الارض او على الموكات وانما بالفراشيه اللي عم بتشوفوها المزدوجه كمان بتسهل هيدا الامور. الانيمال برو صممت خصيصا كمان للوبر الحيوانات، وانما كمان اذا ما عندي بات بالبيت هذا ما بيمنعني انه اكون عم بستعملها لنظف المفروشات اللي عندي حتى من العمق اضافه للبراده. بتتشرج مثل ما عم بتشوفوا، بتتعلق بشكل عمودي ما بتاخد محل بالبيت، وانما شكلها كمان كتير حلو، شكلها كتير يعني شوي اكتر فيتوريستيك معاصر، وكمان الاكسسوارز لهم محل، فاليوم ما بتضيعوا شيء من الاكسسوارات. مجرد انكم تشلوها صرتوا فيكم تبدوا بالتنظيف. كنت ظهرت لبرا على الورشة انا نظفت، شوفوا ساحتين لبن ساحتين بالارض اوكي، وانما ما بيقع شيء عليها. وعبر اليوتيوب فيكم تلاقوا فيديو بفرجيكم الفرق بينها وبين كثير من المكانس العالميه يلي تدعي انها هي بنفس قويتها وانما منا بنفس القويه. فعم بتنظف بشكل سريع، عمل الحلو فيها انه منا تقيله، الخفه تبعها بتقدر تسمح لي اني استعملها مثل ما قلت على الارض او حتى على الاسقوفيه. مثل ما شايفين الكونتينر تبعها ما فيه كيس، وكل الغباير من بعد ما تمرق بهال 15 سايكلين يلي موجودين هون، هذا مش بس شكل، يعني الغباير بتنشفت من هون تبرم بالداخل بالفلتر يلي موجود، وبتتوزع القوة على 15 سايكلين حتى يبقى الموتور قادر يعطي هالدوران السريع وقوة الشفط يلي بيتميز فيها. خلينا غير الاكسسوار لنشوف كمان كيف رح تقدر تنظف على الموكات او حتى على الفرش. فبتلاحظوا كمان قويتها والفراشة تبعها كلهم بيتنظفوا. ما تنسوا انه موجود معها هون الايبا فلتر، هيدا الفلتر يلي كمان ابدي مش كل سنه بتكون تغيروه، هيدا بيتغسل بيتنشف بينعصر وبيرجع ينوضع بمحلها. بيبقى في كبسه الماكسيموم يلي موجوده هون، وقتها بنكبسها بتصير تعطي ماكسيموم باور لتغطي ب 8 دقائق تقريبا 150 متر. منا اضافه على مكنسه الكهرباء يلي عندكم اياها، هي المكنسه الكهرباء الاساسيه بالبيت، فهي بتختصر كل مكانس الكهرباء من حيث توفير السرعة السهولة بالاستخدام، المتانة وطبعا مكفولة سنتي. سارة موجود دايمكن على الشاشة وبتطلبوها مجرد اتصالاتكم فينا. رح اتابع لنعمل جولة سريعة على كل التناظر يلي موجودين من خلال البوتيك يلي عن جد ما قلنا قلب نشيلهم على الهواء قد ما في ناس بعدها بتحب تطلب منهم. فلحقوا حالكم، بنبدأ مع مجموعة يلي مصممة من السيراميك ومطلية بالبورسلان، مؤلفة من ثلاث تناجر بقياساتهم المختلفة. أكبر طنجرة فيهم 32 سنتيمتر قطرة، مصبوبين صب من كل الجهات، وهيدا الشيء بخلي الطبخة تكون عم تستوي من كل الميلات وتاخذ نفس الحرارة. الأغطية تبعها من الإزاز المقوى لهم ثقب حتى تطلع البخار يلي ما نكون بحاجة له داخل الطنجرة، ولاستوى إضافة عدم التصاق الطعام
مكفول بهيدي الطناجر، موجودين ب 199 دولار، بتتصلوا فينا وبتحصلوا عليهم. نفس نوع الحجر المستخدم اي السيراميك والبورسلان مستخدم على المقالي يلي موجودين قدامكم، يلي انا كثير بتمنى الكل يلي بعد ما اشترى يرجع يشتري من هيدول المقالي يلي موجودين من خلال لابوتيك، لانه فعلا سهوله استخدامه وعدم التصاق، خاصه وقت تكونوا عم تعملوا رو بشمال اي شيء فيه لبن ما بيلزق، ونكهات الاكل بتختلف جدا بين هيدول المقالي واي مقلي اذا كانت معموله من ستينلس او حتى اذا كانت معموله من التفلون. فهيدي اضافه على كل اوان المطبخيه وبسعر قليل للاثنين، فيكم تحصلوا عليهم من خلال لابوتيك. اتصلوا فينا على 79 100 225. كمان على محبي الستينلس ستيل، وطبعا ما في بيت ما بيتمنى يكون عنده طقم من الستينلس ستيل، دايما بنبدا بفرش بيوتنا ومطبخنا تحديدا بمجموعه من الستينلس ستيل، الطناجر يلي شايفينهم قدامكم، ميازين باغطيتهم يلي مزوده بالترموستات، بالكعب يلي فيه الومنيوم، وبطناجر الكتار يلي هن اربعه مع المقليه مع السوسيار اضافه للمصفيه يلي بتسمح لكم تسلقوا الخضار على البخار. هيدا هو الترموستات يلي رح يلخص عليكم انكم ضلكم ترفعوا الغطا وتشوفوا اذا الطنجره عم تغلي او حميت او الرز خلص، بمجرد انكم تطلعوا هيدا الترموستات تقدروا تعرفوا حراره الطبخه اذا لازم تطفوا النار تحتها او لا. ايضا موجودين من خلال بوتيك ب 199 دولار لكم، بمجرد تصلوا فينا بتحصلوا عليهم اكيد من دون اي تكاليف اضافيه. رح طلع على الوافلز احنا ننساهم، يمي صح، فهيدول لك يا اليو، شفتوا وقتها بتتركوهم صاروا كروكان محمصين، ومصرة احرق ايدي ما بعرف ليه، غير شكل هول لان انا عملتهم على الهوا، هيك انا عمل لك اثنين ثانيين، لقيتك ما عم تشبع هديك المره. هالقد شغلتها سهله انكم تحضروا فيها ترويقتكم او عصرونيتكم. ايه لا اليو منك غول غويل مصغر اوكي هول اثنين لك جاهزين. بس يا داغر صار موجود معنا حتى يخبرنا اكثر عن كيف تصمم كلين سوي وقديش فعاليه واداء هيدي الكرتوش، كمان يعني بتصب ضمن خانه صحه طبيعي وسلامتنا. اهلا وسهلا بونجور. سلامه الغذاء بتقتصر يعني اساس سلامه الغذاء هي المي، لانه المي بتقطع اكيد على الشرب، بتقطع غسيل الخضره، غسيل الفواكه، الطبخ، كل شيء ممكن نستخدمه للغذاء اكيد بتخلوا مي. امبارح بتعرف عم بعمل التراتور عم حط مي، صرت اقول اكيد اكيد بالمطاعم انه ما بيفتح قنينه مي توت اسمها ليكسر فيها التراتور، يعني اكيد هذا الشيء بيفضح لنا فيه انه ليكو كيف انه بتاخذوا مي من التراتور وممكن تنضروا مش من اللحم النية، يعني اللحم النية انضف من المي تبقى طازه. بتعرف اذا بتاخذ تعمل ستاتستيك بتلاقي اكتريت يلي بتصمم بفوتوا على المستشفى من المي، من الخضره، غسيل الخضره، بنفتكر نحن من اللحمه بس مش من اللحمه. هلا نحن متسوبيشي وكلاء للمتسوبيشي لكل شرق الاوسط وافريقيا بما يخص الفلاتر. اكيد فلتر الميتسوبيشي بعدد الدراسات كونوا شيء اسمه كرتوش تقطع عبر ثلاث مراحل. أوكي. أول مرحلة هي الفحم، الفحم موجود بكل الفلاتر الموجودين بالسوق، بيشيل لك كل شيء طعمه ريحه لون، بيرجع لأنه تريتد مع سيراميك صار بيقدر يفكك لك كل شيء كيميكال كومباوند، يعني عم نحكي مثل كلور، بيستاسايد، ثري هولوميتان، مادة كونسيريجين، تفرز القساطر بعد فترة صار بيقدر يفككها. أوكي. نرجع بنقطع على الهولو فايبر ممبرين، الهولو فايبر ممبرين كناية عن شعيرات كتير رفيعة، هي براعة اختراع لشركة متسوبيشي. صح. هيدي بتوقف لك كل أنواع البكتيريا لأنه قياسها 0.1 ميكرون، يعني أصغر من أصغر بكتيريا. أوكي. ممكن تكون عايشة أو ميتة بالماء، صار فينا نوقفها. نعم. هلا كتير بيسألوا إنه ميتة ليه؟ إنه ما مازال ميتة، لا الميتة أخطر حتى من العايشة لأنه الجسم ما بيتعرف عليها تقويمة. يعني جيفة بس إنه صفر فاصلة شي ميكرو. ايه شغله فعلا يعني شغله اول شي مأزية الون تيرم، ليه؟ لانه بترقد بالكلاوي وبالمصارين، بتعمل امراض كونسير الون تيرم. هلا بواسطة الهولو فايبر ممبرين صار فينا نوقفها حتى لو ميت. مزبوط. فخلينا نشوف اداء وفعالية هيدا الفلتر، المي ملوث، المي ملونة. نحن عم نعمل ديموستراسيون مثل ما كلهم صاروا يعرفوا، مي مشوية عم نسحبها ونرجع بنردها، بنسحبها بنرجع بنردها، بهالطريقة لما بنركبوا هيدا الفلتر بنركبوا على الحنفية الشرب أو حنفية مي الخزان، بنكون عم نستهلك مي عادي، ما بنكون عم نستهلك الخرطوشة، بهالطريقة كمان ما بنكون عم نستهلك الفلتر، لما بتكبسيه لفوق
تنزل من الفلتر. فهون عم ناخذ مي شرب من مية الخزينة عم تتحول لمية شرب شو ما كان مصدرها، حتى إذا كنا محاولين حنفيت مية الشرب على الكلينسوي أو إذا عم نستهلك المية اللي بيجي الستان بيعبي لنا إياها 100% لشغل البيت. يعني ضروري إن احنا نشدد على شغلة، إنه لما بنحوله على الفلتر لازم تكون المي فعلا مش سخنة، منا سخنة. ليه؟ لأنه بتأذي الهولو فايبر ممبرين. اوكي، فالتوفير كمان اساس بوجود هيدا الفلتر، من حيث انه عم بيوفر علينا نشتري مي، كمان ما بنعرف اذا تعرضها للشمس سببت لها يمكن انها تنتزع وتبطل. بتعرفي باليابان مثلا بيوزعوا المي بقنينه ازاز ومنهم ترانسبيرون لسبب واحد، لانه عدم تعرض المي اللي بقلبها للشمس. هون للاسف بشمسوا القنينه بالمحلات، بتلاقيهم هن عم بينقلوهم من المعمل تناكب بشمسوهم بحطوا عليهم الخضره. فعلا غلط الفكره الراجي انه نحن بنشمس المي بتصير منيحه. لا، اول شيء بيصير بيتفاعل البلاستيك بالمي، ثاني شيء اذا في بكتيريا موجوده لو وحده بتصير تكاثر اكثر وممكن تاذي. الخرطوش كتير هيني غياره بهالطريقه هيدي. اوكي، هيدي بتخدم 900 لتر، يعني 900 لتر اذا عائله 4-5 اشخاص ممكن لحديت الخمس ست اشهر بتضيعها. فكل خمس ست اشهر هي سعرها بصير بس 88 دولار، يعني كمان مش مصروف اضافي عم اذا بدنا نشتري 900 لتر اكيد بنكون عم نحط فوق 600 دولار، يعني اذا عم نشتري مي للشرب. هلا شغله كمان اهم من هيك، انه الحلو فيه انه ما بده صيانه، يعني طالما المي عم تنزل من الفلتر 100% بيور. نحن الضمانه تبعنا انه بياخذوا عينه من المي بيفحصوها بحالة لابوراتوار، نحن ضامنين النتيجة عم تطلع 0-0-0 كل البكتيريا كل الجيرمز. أوكي، لما بتخلص الخرطوشة لحاله بيسكر بتغيريها بتشتري غيرها. فتت على احدى المدارس مطرح الحنفيات يلي الولد وقت بتخلص منه الجورد بيروح بيعبي، حاطين له ميكي ماوس كبير وكاتب ممنوع الشرب. انه في حنفيات ومصدر للماء، بس الميكي ماوس ليقربوها للولاد انه ما تعبوا منها مي ما بتنشرب. طبيعي. بتعرفي هيدا الفلتر المتسوبيشي ضروري مثلا يتغسل ببرونات فيه، ضروري نطبخ منه، لانه غلط الفكره الراجعه انه نحن بنغلي المي، يعني بنستعمل حيلا مي للطبخ لكذا، لانه في بكتيريا على درجه حراره عاليه اول شيء بتتفاعل بتتكاثر، وثاني شيء ممكن تتحول لسموم. بكل حال هيدي من شي 20 سنه ما كان في حمله اعلانيه يفرجونا كيف يحطوا الجالونات بالشمس قال ترقيت، كان زمان هيك المفهوم، يعني كانوا يحطوها بالعلامه على بعيد على الدنك تشوف هيدا الشيء. anyway، فاذا هيدا الفلتر الكبير الاكبر يعمل 35,000 لتر، عم نحكي بكميه مي فعلا كبيره، يعني 35,000 لتر ممكن تضاين عائله 7-8 سنين. بيتركب دغري على الحنفيه، اكيد فينا نستعمله مي عادي، فينا نحوله مرشه، وفينا نستعمله على الفلتر. فالفلتر من ثاني وجهه بتغسل مظبوط، يعني بتنزل لي مية الشرب 100%. هذا الفلتر اكيد للي بحب يوفر اكثر، لمطاعم، لجاردوري. هلا في حمله كبيره على الجاردوريات فعلا، يعني ضروري هذا الفلتر شغله اساسيه، ضروري تكون موجوده بكل بيت بكل مطعم بكل محل بوزه بكل مزبوط. يعني فعلا بكل شيء بتخلوا مي. اوكي، انا بدي اشكرك مسيو داغر، اهلا وسهلا فيك. رح ننتقل مشاهدينا لشوف فيديو بعرفنا اكثر عن زيت الارغان تحديدا يلي مصدره عم بيكون المغرب. زيت ذهبي نادر بمنشئه، طبيعي وثمين بفعاليته، يحدث ثورة في عالم التجميل لتودع معه كل سيدة الحقن والجراحة. هو الذهب السائل، هو زيت الأرغان، زيت مستخرج من ثمرة شجرة الأرغان النادرة المعروفة بشجرة الحياة والتي تنمو في جنوب المغرب. هو اليوم البديل الطبيعي عن كل المواد الكيميائية التي قد تترك أثاراً جانبية. هذا بالتأكيد ليس مجرد إعلان، وإنما واقع مثبت علمياً، فهو يعتبر الاكتشاف الأكبر في حقل الجمال. ودخل زيت أرغان في تصنيع العديد من المنتجات نظراً لفعاليته، لأن زيت أرغان يقاوم ترهل الجلد ويساهم في تأخير ظهور التجاعيد، يجعل البشرة أكثر نعومة وإشراقاً، يغذي الشعر التالف ويعيد حيويته، يعالج المشاكل الجلدية منها حب الشباب، التشققات والإكزيما، ويقوي الأظافر. يكفي أن يكون زيت أرغان أحد أهم المستحضرات التي توجت إطلالات أهم مشاهير هوليوود كسلمى الحايك وكيم كارداشيان وبيونسي وأوبرا وغيرهن، وتربع اسمه في أبرز عناوين أهم الصحف العالمية كنيويورك تايمز ومجلة فوغ، ليتوج زيت أرغان اليوم نجماً ذهبياً طبيعياً.
مثل ما شفتوا بالفيديو هالقد فعالية زيت الأرغان وتحديدا البلارغان يلي عم يشتغل فعلا على الخلية بالبشرة انه يرجع يجددها ويفعمها بكل الغذاء يلي نحن بحاجة له حتى نكافح الشيخوخة حتى نكافح كل الأمراض الجلدية اللي ممكن تتعرض لها البشرة. وطبعا هلأ مع الشمس يمكن ننسى نحط إكرام وقت تكونوا حاطين البلارغان على وشكم ما تعطلوا هم لأنه كمان له فلتراج خاص وفيكن تستفيدوا من البلارغان صبح المساء. وصار انا اذا جرحت ايدي بحط بانجات دغري جرحت ايدي يلا بلارغان هيك بتصيروا يعني بتفوتوا بعالم ثاني بموضوع الكوزماتكس الاورجانيك تحديدا. موجود من خلال بوتيك ب 55 دولار ودائما عبر اتصالاتكم جينا على الارقام يلي بتقطع قدامكم على الشاشه. رح نتابع مع العسل يلي هو رويال فعلا عم بيحقق نجاح مهم. في ناس بتتخوف من شراء العسل عن الرف لانه سبحان الله يعني واحد وقت يروح على الجبل ويشتري العسل غير ما يشوفه هيك بالسوبر ماركت. فنحن اللي عم نعمله انه عم ندوق عم نستفيد عم ناكل عم نشتري ففيكم تعملوا مثلنا وتتروقوا هيك شيء مثل اليو صحي وبيحمل شوية كالوريز. على كل حال ملعقة العسل فيها بس 64 وحدة حرارية ففيكن مصدر طاقة الصبح مصدر غذاء طبيعي وخاصة أن الرويال يلي موجود من خلال بوتيك له ثلاث مذاقات بين العسل السنديان التشريني والصيفي وهيدا كله من عدة مناطق بلبنان وبينتقل الأفير من منطقة لمنطقة حتى تاخدوا مذاق مختلف للعسل. موجودين الثلاثة بمية دولار. في ناس بتفتكر انه ثلاثة يعني رخاص يعني منه عسل منيح ابدا لانه مغشوش ولانه مضروب واكيد لازم يكون ارخص يعني وقت بضيفوا له سكر لازم يغلى لو بيشروا السكر ليحطوه هون بعده خام بعده نضيف بعده كثير طيب. عم بتشط رهيلتي ما في بريك ما في بريك ما في بريك مش حنقدر ناكل يلا هو لك يا ايلي. وموجودين الثلاثة بمية دولار. رح تابع مع وجود ال جي من خلال بوتيك وهيك بكون عندكم فرصة انكم حتى تشتروا الموبايل تبعكم من الشركة بس عبر لابوتيك لان السعر عم بيكون ارخص بكثير. ال جي الفينو يلي موجود قدامكم بكل المواصفات يلي بتتمتع فيها ال جي طبعا بتكونوا عملتوا جوله وفليتوا الدنيا قديش بصير واحد يبرم 10 دولار بالناقص من حيالة محل. وبيبقى الاهم الكافي لواحد اليوم وقت بده يشتري سلولار بنبش اذا كان اصلي واذا كان مكفول. اليوم ال جي بتكفل ال جي الفينو من خلال لابوتيك 18 شهر والسعر تبعه اقل بكثير من ما موجود حتى ببعض الموزعين يعني او الوكلاء لال جي. اليوم من خلال بوتيك مع ال جي الفينو رح تحصلوا على الكفر سمارت كفر يلي بيتعرف على بعض يعني شوي من المانيو والسيتنجز اللي موجودين بال جي اضافه للباور بانك وطبعا الشارجر للسياره بياخذ 2 سلولار اضافه لليو اس بي اللي هي دول تسحب المعلومات من السلولار وبتحطها دغري على اللابتوب. فموجود ال جي 2250 دولار ومكفول 18 شهر من ال جي. منتابع مع ال جي البلو يلي كمان شاشته الكبيره والكاميرا يلي موجوده وازرار التحكم بالجهه الخلفيه من هيدا السلولار اضافه لكفالته يلي 18 شهر مكفول حتى ال جي البلو من خلال بوتيك ما بيوصل لحاله بيوصل مع الكفاله مع الباور بانك مع الشارجر للسياره واليو اس بي يلي هو دول فبتحصلوا عليه اليوم ب 290 دولار بيوصل لعندكم خلال يومين ثلاثه مع الكفاله. لهون اول بارت من لابوتيك بيكون خلص. من بعد الاعلان بنرجع بنتابع مع معلومات واغراض اضافيه موجوده بالبرنامج تابعونا. ثاني اكسترافاغانس فعلا بتختار افضل الاوتفيتس وتحديدا كان لها بصمه كثير كبيره بعالم العبايات ورجعت دخلت شوي هالعبايه يلي عم بيكون تصميمها كثير حلو من حيث القصيط الاقمشه وحتى الفولار يلي عم بيكون موصول بهيدي العبايه يلي السيده اذا بتحب توضع على الراس ممكن تعمل هيدا الشيء او حتى فيها تكون كوشاح على الايد.
عن جد عم بيكون حلو ما بتتلبك فيه المرأة هي ولابسة ألوان وأقمشة متاتة وحتى في منهم ستاء أكتر وإلهم زمة من الخلف حتى تخسر الست وتعطيها جميل. شوفوا الفيديو اللي بيلخص كمان كيف معقول نلبس العباية من تانيا إكسترافاغانز وفيكم تطلبون عبر اتصالاتكم فينا. منشوف الدافيلي ومنتابع. مثل ما شفتوا العبايات صار فيهم يوصلوا لعندكم من دون اي تكاليف اضافيه وفعلا تكونوا مرتاحين انتم لابسينهم لانه مثل ما برجع وبشدد على القصات الروعه. الباشمينا يلي موجودين اللي لحقوا حالكم قبل الشعنينه لانه يمكن القعده يكون ساقعه واوقات ما نكون فاتين على الكنيسه اذا لابسين مثل هيك شوي مفرغ نضطر هيك عرفتوا كيف نتخبى شوي نحتشم، ففيكم تختاروا مع هيدي التوب اللي كثير حلوه ومنا مزمركه، شوفوا هيدا الباشمينا اللي كثير حلو كلهم معمولين من القطن على كل حال. هلا بتشوفوا الالوان يلي موجوده عنا بس الحلو فيهم اكثر انه في لبس هيك يعني في يصير فجاه بيج وفي تكونوا ستيك على هيدا اللون مع كل الالوان يلي متدرجه، والاحلى كمان انه اوقات بتشتروا باشمينا بتلاقوه كثير كبير ونص كبوت، اليوم بوجود هيدول الباشمينا من تاني اكسترافاغانس ولانهم كثير قطنهم ناعم بينلف وبصير عادي يعني بصير فولار صيفي ربيعي يعني بينحط ليكون بس عامل ديزاين على الرقبه، موجودين لحالهم فيكم تشترون من خلال البوتيك وفيكم تستفيدوا من الاوفرز اللي هن التوب اضافه للباشمينا يلي عم بتشوفون قدامكم، كلهم هيدول من تاني اكسترافاغانس وبدعيكم تعملوا لايك على الصفحه الخاصه بتاني اكسترافاغانس عبر الفيسبوك. منتابع عوام منشوف فيديو بعرفنا اكثر على الرينوفيتر يلي فعلا اوقات من بعد موسم الشتاء بحاجه بيوتنا ان نرجع ناهلها، نرجع نشوف هالبلاكين شو ناقصها، نرجع نشوف التراس اذا بده تزبطات ومنحس حالنا هيك بدنا نشيل الشتاء عن كتافنا ونباشر بتزبيطات للصيف. شوفوا الرينوفيتر قد ايه رح يساعدكم بهيدي الامور ومنتابع. Quel outil pourrait faire les mêmes travaux que plus d'une douzaine d'outils traditionnels réunis? C'est le tout nouveau Rénovator. Cet outil digne des professionnels de la rénovation deviendra vite votre allié indispensable parce qu'il vient à bout de centaines de travaux, plus facilement, plus rapidement et plus précisément que les outils professionnels. Contrairement aux outils habituels aux lames rotatives ou en va-et-vient, le Rénovator est doté d'un système unique à oscillation, variable entre 8500 et 21 000 mouvements par minute. Ce système permet une précision de coupe sans nul autre pareil, tout en étant bien plus sûr que n'importe quel autre outil sur le marché. Le Rénovator est l'allié indispensable pour tous vos travaux dans la maison, de vos rénovations d'envergure aux menus réparations quotidiennes. Cet outil vient à bout de planche jusqu'à 5 cm de large. Regardez comme il tranche ce montant de porte avec précision et fait une encoche dans cette planche en quelques secondes. C'est l'outil idéal pour toutes vos coupes en plongée.
La petite taille du Rénovator vous permet de l'utiliser dans les espaces exigus où beaucoup d'outils trop encombrants ne pourraient se glisser. Tranchez à ras les pointes qui dépassent dangereusement. Découpez tous vos tuyaux en métal ou en plastique. Vous pouvez même couper vos plinthes sans les retirer du mur, chose que vous ne tenteriez jamais avec un outil traditionnel, sous peine d'endommager le mur ou la plinthe. Que vous soyez un bricoleur du dimanche ou un professionnel, le Rénovator deviendra votre allié pour venir à bout de centaines de travaux de réparation ou de rénovation. C'est l'outil dont vous ne pourrez plus vous passer. مثل ما شفتوا هالقد فعال الرينوفيتور مش بس بالبيوت انما كمان بالورش لانه اوقات مثلا هيك شفره وقت تكون راكبه على الرينوفيتور عن جد بتحل كثير مشاكل عند كثير ناس. شو هالكاد يا لطيف بينت ايد ديناصور. يلا خلينا نفرجيكم اياهم على الهواء. الشفره بتشتغل بشكل الاوسيشن وهيدا الشيء ما بخليني بقى اعمل افار، فمش مضطرين تعملوا ديسك كل ما تكونوا بالسنتيمتر. فيكم تقطعوا وعن جد عن جد بسهولة الشغل بيصير على الباركي، على الخشب، على البلاط، على أي نوع من الحجر، لأنه كل الأكسسوارز وكل هالشفرات يلي عم بتشوفوها كل وحدة إلى اختصاص، كلهم بيركبوا على نفس الرينوفيتر لا يعطوني الشغل مثل ما أنا بدي ومثل ما أنا طالبة. موجودين ومكفولين من قبل الشركة العارضة، إضافة لوجود أكسسوارز إضافيات يعني قطع وشفرات زيادة في حال بدكم تشتروا زيادة، معه الشنطة الخاصة فيه كمان للدبون بقلبه، وموجود ب 135 دولار من خلال لابوتيك. الإيس كولر مثل اسمه طريقة سهلة لأنه واحد يطرش إذا كان محترف، إذا كانت شغلته أو لا. الحلو فيها لأنه بتشتغل على الكهرباء وعندها كذا طريقة تبرموا فيها البوز حتى يعطيني رش للبوية بشكل يفلش ويعبي، أو بشكل دقيق أكتر بيسمح لي أنه غير بألوان الحيطان وأشتغل أكتر على الدرابزين، على الشبك وغيره. فهيك مثل ما عم بتشوفوا عم بترش بشكل عمودي، ف ما بدي فراشة للبوية، فيني بس يكون عندي زاوية اتحكم فيها انا. متعة الكاميرا مان. كنت صرت منيح اللي بحطوك بسلة بيضة العيد. خليك بشرفك شوي. فعن جد لذيذة لأنه عبت البوية، إذا ملاحظين ما فيها يعني ما فيها شوايب. اليوم إذا كان معي الفراشة وعم بطرش هيك أكيد بده يزرزب شوي وأكيد بدها تمشح. بهيدي طريقة الرش عم بيكون عندكم سهولة وسرعة ونتيجة كتير جيدة من الطرش. موجودة من خلالها بوتيك وطبعا مكفولة من قبل الشركة العارضة، فاتصلوا فينا هلا على 79-225-6789. بننتقل لزاوية تانية بتتعلق شوي بالصحة من خلالها بوتيك، وطبعا عم نحكي عن الديكونترال يلي موجود حصريا ببرنامجنا يلي فعلا عم يقدر يحقق نجاح مبهر بعالم التكلس. فتكلس يلي بيصيب الناس مع تقدمها بالعمر هو كناية عن خطيرة المفصل. والشو اللي بخطر بالمفصل مش انه العظم، اللي بخطر بالمفصل هي المادة اللزجة، المادة الحية يلي بنحكي وبنقول عنها انه اسمها الغضروف، لدرجة انه بعض الناس بتسمي مرض التكلس بتقول عند الغضروف، فهالقد مرتبطين ببعضهم مشاكل الغضروف باسم التكلس. فضروري تكونوا عم تستخدموا الديكونترال. ليش؟ لانه الديكونترال بفوت على هيدي الماده، بفوت على الغضروف وبيخلي خلايا الغضروفيه يلي صارت تعبانه، يلي ختيرت، يلي بسبب اكسيدان او خزق او مزق او وزن ثقيل سببت لهالغضروف نشاف، ما هي مش منيحه او سماكه منا مضبوطه نسبه للعظام اللي عم تحتك ببعضها، بيجي الديكونترال بغذي هيدي الماده الغضروفيه وبالتالي الخلايا الغضروفيه بترجع تفرز خلايا جديده، خلايا نشيطه، وبالتالي بصير عندي غضروف مكتمل بين العظام
غضروف السماك بتخلي هالعدام تبعد بعد الانشاط عن بعدها لتسمح الحركة ترجع تصير طبيعية خالية من الألم. كل شيء ورم قاسي بسموه تكلس، يعني بتشوفوا أوقات السيدات على أصابع اليدين أو حتى على الركبة يبقى فيه كبتولة عظم بيفتكروها بيقولوا هيدي التكلس، هيدي لحالة بيرجع بكب الجسم وقتها يتغذى الغضروف بواسطة الديكونترال. ديكونترال ما فيه ما فيه مخدر، ما فيه مسكن، ما له عوارض جانبية وأصلا ما بيفوت على الدم، مش لأنه هيك معمول، لأنه أصلا ما له شغل بالدم طالما المشكلة موجودة بالغضروف والغضروف خالي من الشعيرات الدموية. فاليوم استخدامكم لديكونترال بيأمن لكم حالة أفضل وأحسن خلال أسبوع من يعني الركبة اللي ما كنا نقدر نستخدمها لننزل على الدرج، صار فينا نعمل بلا ألم وبتصير حركتنا طبيعية وكأنه ما كان عندنا تكلس. موجود من خلالها بوتيك، فيكم تحصلوا عليه طبعا بمجرد اتصالاتكم فينا على الأرقام يلي عم تقطع قدامكم على الشاشة. راح نتابع وبشكل سريع خبركن عن الانزو يلي هني مجموعتين، المجموعة يلي بلشوا الصبايا يقولوا انه فعلا هيدي مجموعة صيفية ليحموا فيها شعرهم من البسين ومن البحر ومن الشمس تحديدا. عم نحكي عن انزو يلي معمول من زيت الارغان يلي كمان مصمم على اربع اشياء خاصة بالشعر. الأول شيء شامبوان، أكيد عم نحكي عن الماسك إضافة للشاين وطبعا السيروم. فهولي أربع مستحضرات هو علاج كامل للشعر التالف، للشعر يلي ما بقى منعرف إذا هو ماليس أو هو فريزي. فهون أوقات يعني ببطل عنا نفس الشعر يلي خلقنا فيه، فينا نرجع هيدي الشعر ونرجع للغذاء بواسطة شامبوان والماسك وطبعا بالعناية من بعد السيشوار بالشاين وقبل السيشوار لما تنشف الشعر بواسطة السيروم. وقت تتعودوا انكم تعملوا وتحمموا شعراتكم بواسطة الانزو من الويل دارغان فعلا رح تتعلقوا بهذا المستحضر وتعرفوا انكم عم تدفعوا مصرياتكم على الفاضي، لانه هيدا الشامبوان بضل متواجد منه وهيدا الشامبوان منه بحاجة انه يكون منوضع له كتير من الكبريت حتى يرغي وينظف الشعر، على عكس كل المستحضرات يلي بتشوفوها استهلاكية بقلب السوبر ماركت. فاذا بدنا نعالج شعرنا فينا نكون فعلا عم نستخدم اول جام يلي هي موجودة وبداخلها زيت الأرغان. تاني جام مخصصة لكل الناس وكل الصبايا يلي بيعملوا صبغة، هايلايت، كيراتين، اي نوع من الكولاجين، كريستال، اي شيء اسمه تكنيك على الشعر. شو بيعمل الصبغه يلي مثلا صارت يبهت لونها بعد الاسبوعين بسبب الشامبوان يلي بنشتريه من السوق، صار فيها ضاين لمده شهر بوجود الشامبوان والليف اون والماسك وطبعا السيروم يلي موجودين بالاميزنج باكج من انزو. اكثر من هيك الشعر رح يطول وهيدا مكفول الموضوع، لانه 2 سنتيمتر ونص اللي اصلا لازم يطول فيهم الشعر من البصله بضل يطول الشعر، بس عند الاطراف تالفه رح يهر، فبالتالي بضل شعري نفس الطول كل عمري. اليوم وقت اكون عم نظبط شعري وعم بحميه بواسطه الانزو من الاميزنج جام يلي موجوده، بحط على الاطراف، بقدر اعمل الماسك وبقدر يعني اعمل عناية بروفيسيونال لشعري بقلب البيت. موجود الانزو الاميزنج من خلال بوتيك، الاربع برودكتس بالسعر يلي عم بتشوفون قدامكم على الشاشة، فاتصلوا واحصلوا عليهم اكيد بيوصلوا لعندكم من دون اي تكاليف اضافية. راح نتابع وطبعا صار موجود معنا بالاستوديو سيراج يلي كلكم ناطرين تعرفوا اكتر قديش صار وزنه. وقبل ما اروح لعندك سراج ولبق لك الاحمر رح نشوف فيديو انا وياك بخبرنا اكثر عن الاتيفي من السي اف موتو وايديهم في فيديو لنشوفه. يلا بنشوف الفيديو سوا وغنى كمان.
فظيع يعني مثل ما شفتوا بالفيديو اللي مصور خصيصا لهالموديل من الاتيفيه اللي موجود من السي اف موتو، بتشوفوا قديش ممكن تمشوا فيه توتر يعني على كل ممكن بالجل ممكن بالتراب ممكن على الزفر، وقديش روبيوست وقديش عن جد عم بيكون عنده تونيو دو روت سيف، خاصه اذا كنا فعلا نحن ملتزمين بسلامه حالنا والحوالينا نحن عم نسوق الاتيفي. بس الحلو فيه عن جد ما بيتهزهز، يعني حتى مثل ما شفتوا بينط وبيجي عادي يعني ماشي ومستلم الطريق طبيعي، وكل الاكسسوارز يلي اضافيه اللي بتسمح للشباب انه يكونوا اخذين معهم العده، اخذين اغراضهم، اخذين للبيكنيك، وطبعا تكونوا عم تشتروا من الشركه اللي حققت ولا ما زالت بتحقق اعلى نسبه مبيعات بالعالم سي اف موتو، يلي كمان سمحت لكم انتم تقدروا تقسطوا، غير انه السعر يلي عم بيكون كاش عم بيكون ارخص بكثير من حيلا اي في موجود، وانما كمان طريقه التقسيط، طريقه المقايضه بين اي في قديم ودفع الفرق كمان كلها موجودة من خلال بوتيك وعبر سي اف موتو. فنحن نشكرهم اكيد على هيدا الموضوع. نحن نتابع ونشوف سوا البي ام اي سكيل يلي كمان كتير من الناس بتستخدمه كأنتروتيان من بعد ما نكون عملنا دايت، لنضلنا عارفين قديش نسبة الشحوم، قديش نسبة المي، قديه الكتلة العضلية والعظمية يلي موجودة بجسمنا بعد ستيبل او يمكن عم بتزيد، وبمجرد انه نكون فعلا مدخلين المعلومات الخاصة فينا على التابلت يلي شايفينها على الميزان رح تقدروا تعملوا هيدا الاختبار ببيوتكم وتعرفوا حالكم اذا سبب الوزن الزايد هو بسبب المي احتباس المياه او بسبب الدهون، وبالتالي بتقدروا تقارنوا هالمعلومات بكتيب موجود بقلبه تشارت عالمي، وساعتها بتعرفوا انتوا وين من الوزن المثالي. طبعا بياخذ 10 ميموار سهل انكم تستخدموه، وفيكن تطلعوا عليه حافين القدمين في حال بتكون تعرفوا التشخيص الخاص بجسمكم، وبس اذا بدنا نبقى ناخذ وزننا كل يوم فينا نطلع عادي مش ضروري نشلح من القدمين. موجود من خلال بوتيك البادي فات اند هايدريشن بي ام اي سكيل ب $66، وطبعا عبر اتصالاتكم فينا. هيدا بردنا لغنى وغنى حضرتك اختصاصيه تغذيه، قديش مهم واحد قبل ما يبلش دايت يعرف جسمه اكيد من شو مؤلف ومن شو مجزا، يمكن هيدا الشيء انطبق على سراج وشو اللي عمله سراج لضعف، هيدا لازم كل الناس تتمثل بسراج وتعمل مثله. مثل ما عم تقولي بلانش انه مهم كثير نحن نعرف البادي كومبوزيشن تاعتنا، وقبل ما نعمل دايت مفروض نشوف قد ايه عندنا دهون زياده، نسبه المي مثل ما عم تقولي ممكن يكون في ووتر ريتنشن احتباس بالمي، ونسبه العضل قد ايه حتى نعرف الميتابوليزم اللي هو لقلنا يعني قد ايه جسمنا عم يحرق كالوريز. هذا هو ذاته يلي بتعملوه انتم بالعياده وساعتها بتحطوا الشخص على الطريق السليم. اليوم شو هي الطريقه الامثل انه انا شو البرودكتس اللي فيني اخذهم من فيا الجام الكبيره اعمل مزبوط ستيب باي ستيب وقدر اكسر الحاجز التابع بحياتي مثل سراج، يعني بياكل يمكن اقل من ما كان ياكل قبل بس هو انسان مرتاح وحياته طبيعيه. بلشنا نحن مع سراج عملنا له بروجرام، يعني بلشنا كديتوكس، بلشنا بتروجور اكسبرس اللي هو بيتاخد بس على 3 ايام في معه دايت، فما يخافوا انه من فكره دايت لانه هو دايت كثير هين وبس على 3 ايام، وهن الحبوب اللي بيجوا مع تروجور اكسبرس بيساعدونا على انه نشبع اكثر ونقدر نلتزم بهيدا الدايت. سراج التروجور اكسبرس قديش عطيك دعم يعني هيك بوش يعني شايل لك هالاربع كيلو قلت خلص انا صار فيني بلش دايت؟ يعني اعطينا الطريق الاوليه صح، يعني عطيني البداية وانا كملت الباقي خلص. هيدا مطلوب يعني عطوني اول 4 كيلو. واحد يمكن يخسر نص كيلو كيلو بييأس يعني. صح. بس 4 كيلو كانوا كانوا كيلو بداية رائعة. كيف فبضل مكمل فيه صح. وكمل سراج يمكن لليوم بالفيا لاين. بالفيا لاين، الفيا لاين اللي هو بخفف له شهيته، قادر يعمل كنترول أكثر على كمية أكله، وجباته بتصير أقل. وبنصير بناكل عادي بطريقه كثير منوعه وصحيه بس شهيتنا بتخف، وبالنسبه للمود المزاج بيكون كثير حلو، ما بيكون في عندنا ستريس وتوتر كثير يلي عاده ستريس اوقات بيكون سبب بزياده الوزن. اكيد. قديش لك مش لابس احمر سراج؟ سلا شهر. فاذا خلينا نشوف سراج اليوم قديش صار وزنه، اليوم الفيا بدك تفرجينا بده ياخذ وزنه اليوم كمان؟ اكيد هلا كنا التنين نحن واليوم الجمعه يعني اربع ايام عم نحكي. اوكي خلينا نشوف لنكون كمان واقعيه غنى، يعني اليوم ما عم ينزل مي اكيد ما في شيء سحر يعني كيلو مزبوط. في فيديو مش جاهز، اوكي خلينا بتاخذ وزنك سراج وغنى بتفسري لنا اكثر الدهون يلي كمان عم يخسرها سراج بسبب الفيا لاين من بعد ما خفت شهيته
وطبعا عم ياخذ الفيالانيا اللي هو يعني البيس تبعه الزعفران، ما عم نحكي عن برودكت عن برودكت طبيعي، يعني يعتبر هو مكمل غذائي منه بحكم الدواء ابدا، هو برودوي فرنساوي مثل كل برودوياتنا، مختبرات لتروشان اريك فافر، مرخص اكيد بلبنان بالدول الاوروبيه والعربيه كمان. هلا هو عم ياخذ وزن سراج، كنت عم شوف الفيا لاين اللي هو الفيا اناناس تحديدا. نعم. غنى الفيا اناناس، هل هو للرجال كمان ولا بس للنساء؟ لانه كانه بنحكي اكثر بروميلين، بنحكي اكثر سيلوليت. هو للرجال وللنساء، بس للنساء بيساعد بالبودورونج بالسيلوليت كمان، بحللهم كمان بحللهم هيدي المشكله. عادة هو يعتبر فات بيرنر، حرق للدهون، يعني اللي بيكون أكله فيه دهون أكتر بيستخدم الفيا أناناس. ايه، لأنه مفروض هو كمان يعمل دايت لو فات معه. أوكي. يعني يلي هو في عنده نسبة حرق واطية، يلي ما عنده شهية عالية، يعني ما بحاجة للفيا لاين، بيقدروا ياخدوا الفيا أناناس لأنه بيعليلهم نسبة الحرق، بيعليلهم الميتابوليزم. بتخيل بالفيا أناناس بصير القياس مش بس ميزان، بصير ناخد بالمزورة كمان بالمزورة. أوكي. هلأ كمان مفروض كمان بالمزور سيراج كمان. أكيد. عم ينزل بالسنتيمتر. أكيد. يعني انا بس يعني سؤالي هو لازم اطرحه بس، بضعف اقل الفيا اناناس من الفيا لاين ولا غير؟ عم نحكي عن غير عالم، عم نحكي نحن عن شيء ثاني. يعني الفيا لاين هو قاطع شهيه، الفيا اناناس حرق دهون، واثنين عم بينزلوا. بالنسبه للفيا لاين بينزل ب 2 ويكس، باسبوعين بين 3 و 6 كيلو. هيدي اكثر شيء عم نشوفه مع البيشنتس اللي عندنا ومع التيمونياج اللي عاده عم يطلعوا. أوكي. معنا بالنسبه للفيا اناناس من 3 ل 4 كيلو تقريبا باسبوعين. اوكي. إيه. أوكي. وفي اشخاص اكثر كمان عم ينزلوا حسب قد ايه هن ملتزمين. يلا انا رح بلش في اناناس قبل سيراج كان بلش معنا كان 121. أوكي. هيدي ب 13 شباط، اليوم نحن 27 اذار، يعني عم نحكي تقريبا ب يمكن 45 يوم. ايه. قديش صار؟ اليوم نحن 106.4، يعني صرنا نازلين 15 كيلو. بالنسبه لنسبه الدهن كانت عنده كثير عاليه، كانت 33.8، اليوم نحن 27.2. أوكي. بالنسبة للدهون كانوا 41 كيلو دهون، صاروا 29. يعني فإذا نحن ما نقول سيراج فعلا عم بحقق نجاحات مع الفيا لاين وكل برودكتس من عندكم. غنى أهلا وسهلا فيك، وسيراج كمان بشوفكم بحلقة جديدة. لهون بدعكم مشاهدينا، باي باي.